انا يعني جد مسرور بالتقدم اللي تعرفوا ولايه بسكرة في ميدان تربيه المائيات. يعني سبق لي اني جريت زياره العام الماضي وحددت اهداف حتى يتم رفع انتاج سمك البلطي في ولايه بسكرة، سواء من بعض المزارع الاستثماريه لتربيه المائيات لبعض الشباب، حتى ولا كان الانتاج تاعها يعني انتاج شفنا انه هذا الشباب رفعوا الانتاج تاعهم من 5 طن حتى 10 طن. وكذلك كنا سطرنا هدف مع شركه اغريكو باش نعاودوا نفس النموذج اللي نجحنا به في ولايه خنشلة في انتاج سمك البلطي الاحمر في بلديه بابار بخنشلة، لاعاده نفس المشروع هنا بولايه بسكرة بالغاية. كما راكم تشوفون الحمد لله المشروع انطلق، لا يعرف الانتاج، رفعنا الانتاج تاعو في حدود 64 طن، والحوض المائي هذا يحوي على سعه بقدر 44 ألف متر مكعب، مما يعطي قدرة إنتاج تاع 500 طن. يعني لو نستزرع كليا هذا الحوض تعطينا 500 طن، زوج أحواض مثله تعطينا 1000 طن، معناتها إذا كل ولاية تجنى 1000 طن من سمك البلطي الأحمر مشكل استقرار أسعار الأسماك في السوق الجزائري يحل نهائيا. الشيء اللي حفز رفع الانتاج سواء لمزارع شركة أغريكو والشباب هو الفرق السنة الماضية لهذه السنة، انه تم خلق سوق يعني واقعي